الدوري الإفريقي واروح لكواليس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي اليوم. وكان الاجتماع في أحد فنادق منطقة الزمالك، وشهد حضور ما يقرب من 18 عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي. تغيب 3 أعضاء فقط، العضو من الصومال لم يحضر، العضو التونسي وديع الجريء لم يحضر، ورئيس الاتحاد المالي وعضو اللجنة التنفيذية أيضا لم يحضر. قدامكم على الشاشة تجانب من انعقاد المؤتمر الصحفي اللي النهاردة باتريس موتسيبي صرح واتكلم على بعض التفاصيل المتعلقة باختيار الدول اللي هتنظم بطولة الأمم 2025 و2027. وزي ما قلت لحضراتكم قبل ما ادخل في الكواليس، تم الاستقرار بنسبة خلاص يعني رسمية، والكاف أعلن رسمي إن المغرب هي اللي هتنظم 2025، ولكن بالتزكية أو بالإجماع زي ما بيقولوا، لأن كل الدول اللي كانت مترشحة في 2025 سحبت ملفاتها وترشحت ل 2027 عشان يكون في إجماع من الاتحاد الإفريقي على التصويت للمغرب لهذه البطولة اللي هتنظمها إن شاء الله في عام 2025. قدامكم بقى 2027، وكانت المفاجأة كينيا، أوغندا، تنزانيا. كانت مفاجأة مدوية، تنظيم مشترك ثلاثي ما بين 3 دول في شرق إفريقيا لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، ويمكن ده حدث لم يتكرر منذ استضافة إثيوبيا لكأس الأمم قبل حوالي يعني بنتكلم 43 سنة من دلوقتي. فترة كبيرة جدا منطقة شرق إفريقيا ما نظمتش كأس الأمم، والنهاردة كان في حضور كبير جدا من الوفد الثلاثي اللي كان موجود من خلال ممثلين من الحكومات سواء في تنزانيا أو في أوغندا أو في كينيا. وكلكم عارفين طبعا إن الوفد الرسمي للحكومة التنزانية لما كان موجود في مصر زيارته كانت للنادي الأهلي، نادي القرن في إفريقيا. فالنهاردة الكاف أعلن بشكل رسمي خلاص فوز الملف الثلاثي لكينيا وأوغندا وتنزانيا باستضافة بطولة 2027. في الكواليس حصل حاجات كده إيه ظريفة شوية. كلنا عارفين إن في 2025 كانت المغرب والجزائر وزامبيا ونيجيريا وبنين ملف مشترك. مهندس هاني بوريدة النهاردة كان حاضر، بنتكلم على بقول لك 18، يعني قلت لحضرتك 18 عضو من المكتب التنفيذي النهارده كانوا موجودين، ما تغيبش غير 3 بس، تونس ومالي والصومال. النهارده يا جماعه احنا بنتكلم على ان زامبيا سحبت الملف بتاعها، الجزائر اعلنت انسحابها امبارح، نيجيريا وبنين قالت فرصنا في 2025 مش موجوده فنخش نحارب في 2027. الكل ساب 2025 قال لك محسومه للمغرب، فهنعمل بقى ايه تكسير عظام في 2027. لو ما كانش حصل ده كانت السنغال عندها حظوظ كبيره جدا لتنظيم هذه البطوله. ولكن النهارده في البرزنتيشن العرض الدول اللي هتقدم، لما جم بداوا ب 2025 ما فيش غير المغرب، 10 دقائق قدمت الملف بتاعها. بنتكلم في 24 ملعب تدريب، بنتكلم في 6 ملاعب في 6 مدن، رباط، كازابلانكا، مراكش، اغادير، فاس، يعني بتتكلم عن بنيه تحتيه مهمه جدا وممتازه جدا للاشقاء في المملكة المغربية. فالمغرب قدمت البرزنتيشن بتاعها في 10 دقايق، خلصت 2025 مين تاني يا جماعة؟ قال لك مفيش. كله في الكواليس اشتغل وقال لك لا، خلينا في 2027 تبقى المنافسة حامية الوطيس زي ما بيقولوا يعني. فجت 2027 عندك بقى ملف مشترك ثلاثي ما بين كينيا وأوغندا وتنزانيا. ملف مشترك ثنائي ما بين نيجيريا وبنين. والسنغال وقع في النص ما بين كل هذه الملفات. وعندك كمان بتسوانا طالبة التنظيم، وفي حال فوزها كانت هتسند التنظيم ما بينها وبين زامبيا اللي انسحبت من 2025. فبقت الملفات المشتركه كلها مرحله تكسير ارقام المصوتين في المكتب التنفيذي للملف اللي هيفوز بيه شرف التنظيم. فبالتالي فرص السنغال تضاعفت بنسبه كبيره، واصبح التصويت رايح لاتجاه شرق افريقيا لكذا سبب. اولا ان المنطقه الزون بتاع شرق افريقيا ما نظمش منذ عام اكتر من حوالي حاجه 40 سنه، دي نقطه. النقطه الثانيه مش معقوله يعني 2021 في الكاميرون، 2023 في أبيدجان في كوت ديفوار، ويبقى 2027 في السنغال، دي كلهم بينتموا لمنطقة غرب إفريقيا. الحاجة التالتة، صعب جدا على الدول الإفريقية طالما أنت مش في منطقة الشمال، يعني مصر، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، وبما فيهم كمان جنوب إفريقيا، إنك تدي لدولة واحدة تنظيم البطولة. لأن السنغال ما عندهاش 6 ملاعب، ما عندهاش مثلا 15 20 ملعب تدريب، ما عندهاش غير ملعب واحد بس ومحتاجة تبني لسه 5 ملاعب. فهم شافوا ان الامر هيبقى صعب جدا، فمالوا في 2027 للتنظيم المشترك. ومن هنا جاء التصويت بالاغلبية
لكينيا وتنزانيا وأوغندا، يليه في التصويت ملف بتسوانا. ودي كانت مفاجأة، لأن بتسوانا كان عندها دعم كبير جدا من زامبيا، عندها دعم كبير جدا من جنوب إفريقيا، لأن كل كان بيشتغل على منطقة أن الكثافة جنوب القارة تاخد تصويت في 2027. لكن برضو جنوب إفريقيا آخر دولة نظمت في هذه المنطقة كان عام 2013، فكل دي كانت أفكار عشان تروح ل 2027 لمنطقة شرق إفريقيا وتفوز هذه الدول. دي كواليس الاختيارات. ولكن أنا النهاردة لما كنت حاضر اجتماع المكتب التنفيذي والتغطية الإعلامية لهذا المؤتمر، مهم جدا يا جماعة الناس تحضر عشان تشوف الكواليس، تقابل المصادر، تسمع وتشوف الناس بتفكر إزاي. أكيد هيبقى فيه معلومات جديدة، لكن فوجئت. وأنا أتمنى الاتحاد يبقى ياخد الكلام بصدر رحب، ما يزعلوش. إحنا لما بننتقد بننتقد لمصلحة الكرة المصرية، مش بننتقدكم أنتوا كأشخاص. والله إحنا ما عندناش مشكلة لا مع الأستاذ جمال علام كرئيس للاتحاد، ولا مع كابتن محمد بركات، ولا مع الكابتن حازم إمام، ولا أعضاء الاتحاد كلهم بلا استثناء. ولكن أنا بنتقد للصالح العام. هل من المنطقي إن اللجنة التنفيذية واتحادات، أنت بتتكلم ما يقرب من حوالي 12 اتحاد طبقا للدول المرشحة، يعني أنت بتتكلم النهاردة ما يقرب من نصف عدد القيادات المسؤولين في القارة الإفريقية موجودين في القاهرة ثلاث أيام قبل اجتماع النهاردة، لا دعوة من اتحاد الكورة، لا اجتماع مع مسؤول الكاف، لا حفل عشاء مع مسؤول المكتب التنفيذي، مش موجودين خالص. مفيش حتى وفد رسمي من الاتحاد، ولو هم عملوا ده يعرفونا، يبلغونا، ينزلوا حتى بيان رسمي على الصفحة الرسمية، على الصفحة الرسمية لاتحاد الكورة كده على الفيسبوك أو على تويتر، ويقولوا لنا عملوا إيه. الناس دي جت بقالها 3 أيام وموجودة النهاردة، لا استقبال ولا اجتماعات ولا حتى حفل عشاء لمسؤول الاتحاد الإفريقي. ما هي العلاقات دي كانت دايما بتميز القيادات المسؤولة عن الكرة المصرية، وده أمر طبيعي وشيء طبيعي جدا لازم يحصل. لكن اللي أنا شفته النهاردة بقى، واللي عرفته واللي سألته وطقصته وحاولت أفهم الدنيا ماشية إزاي، النهاردة مفيش مسؤول واحد من اتحاد الكرة موجود. محدش يقول لي في الاتحاد إحنا مش معنيين بالأمر، ده اجتماع لجنة تنفيذية. أوكي ما اختلفتش معاك، بس في حاجة اسمها علاقات. إنك تكون موجود، يبقى ممثل الاتحاد المدير التنفيذي الناس تبلغه إنه يكون موجود النهاردة مع مسؤول الاتحاد الإفريقي، رئيس الاتحاد النهاردة يكون موجود بيرحب بيه المسؤولين. أنا بتكلم على إطار العلاقات، مش بتكلم على إطار المسؤولية التنفيذية. أنت النهاردة غير معني بالاجتماع بكل تفاصيله، أنا عارف ده، ولكن أنا بتكلم كان دايما لما بيبقى في أي اجتماع كونجرس جمعية عمومية، مكتب تنفيذي، اجتماعات للاتحاد الإفريقي، كان دايما الاتحاد المصري بيكون موجود مع مثل هؤلاء القيادات اللي موجودين من الاتحاد الإفريقي. ولكن النهاردة ما قابلتش مسؤول واحد من اتحاد الكورة. ونيجي بعد كده إحنا كاتحاد يعني نقعد نسأل ونوجه استفسارات وتساؤلات، ليه الاتحاد الإفريقي شغال بطريقة غلط؟ ليه الأجندة في الكاف شغالة بطريقة غلط؟ ليه مفيش تنسيق؟ ليه محدش في اتحاد الكورة بيبقى عارف اللي هيحصل وبيتفاجئ زينا زيه؟ أو مش زينا، والله احنا ساعات بنبقى عارفين قبل الناس في الاتحاد كمان. محدش فكر في مرة إن يشوف المشكلة تتحل إزاي؟ فعندك اجتماع زي ده 4 أيام، النهاردة آخر يوم للأسف، يعني من بكرة مش هتلاقي حد، الناس كلها هتكون سافرت، كل واحد رجع على بلده. لكن لغاية النهاردة مفيش حد موجود. النهارده في الاوتيل مفيش مسؤول من اتحاد الكره موجود. والادهى من كده بقى، وانا مش متاكد عشان برضو ايه ملقيش بالمسؤوليه على مسؤول معين، بس الناس النهارده كلها بتتكلم، وزملاء صحفيين، مش بتكلم على جماهير الكوره في الشارع هي اللي بتقول، لا ده صحفيين، يعني ناس متخصصين في مساله المتابعه والاخبار اللي بتطلع من الجهات الرسميه سواء اتحاد كوره وزاره الرياضه. انا ما سمعتش وما قريتش، بس الناس كلها بتقول ان اتقال لما تسأل وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي هل مصر عندها حظوظ في استضافة 2027، سمعت وتقال أصل مصر متقدمة وقدمت ترشحها عشان استضافة البطولة. هل الكلام ده حصل؟ يعني هل التصريح ده بالفعل اتقال؟ أنا المعلومة اللي عندي إن مصر مش في الملف أصلا، مصر لم تتقدم رسميا لاستضافة 2025 أو 2027. كل اللي حصل إن في 2027 لما اتفتح طلبات الترشيح مصر قدمت نية الترشح، اللي هو إبداء نية الترشح، وكانت في مواعيد محطوطة ديدلاين لاختيار أو لتقديم الضمانة الحكومية للتأكيد على طلب التنظيم، وعدت المواعيد ومحدش قدم، وبالتالي في القائمة النهائية المختصرة مصر مش موجودة في تنظيم 2027. ولكن النهاردة الناس كلها بتتكلم على فكرة أن مصر كانت موجودة. حتى رئيس الاتحاد الإفريقي النهاردة لما تسأل
سأل سؤال مباشر في المؤتمر الصحفي وأنا حضرت المؤتمر الصحفي، هل مصر قدمت؟ الرجل كانت إجابته واضحة وقاطعة ومحددة، قال مصر لم تتقدم لاستضافة 2025 أو 2027. ولكن أنا بالنسبة لي الغريب إن المسؤولين هنا في مصر قالوا إن إحنا قدمنا. هل الناس ما عندهاش المعلومة؟ هل اتحاد الكورة عمل نية ترشح وأخطر الوزارة اللي إحنا ترشحنا وما كملش وما بلغش الوزارة إن إحنا ما كملناش؟ هل الوزارة فاكرة إن إحنا مكملين وما عندهاش لازم الناس تفسر لنا، لأن الكلام اللي طالع امبارح صوت وصورة إن إحنا ترشحنا، وأنا معلومتي إن إحنا ما ترشحناش أساساً، والنهاردة متسبي أكد الكلام ده، مصر لم تترشح، وأنا معلومتي فعلاً إن مصر لم تترشح. لكن ما ينفعش يتقال معلومة زي دي وإحنا ما عندناش الداتا الكاملة، مصر اتقدمت ولا ما اتقدمتش. الحاجات دي على فكرة ما ينفعش تعدي، يعني الناس لازم لما تتكلم لازم تبقى عندها الداتا كاملة. وحتى لو اتسألت، حتى لو اتسألت مصر عندها حظوظ، يتقال رد سريع جداً، لا الفترة دي احنا ما قدمناش، في دول تانية مقدمة واحنا بنفكر في اهداف اخرى واهداف اعلى من كده الفترة الجاية، لسه منظمين 2019. اجابة سهلة جدا وواضحة جدا ومش هيبقى فيها لوم على حد لو ما نظمناش 2027، احنا لسه منظمين 2019 يعني. واي دولة لا قدر الله لو مش جاهزة، الاتحاد الافريقي اول دولة هيروح لها الحقيني هيروح على طول لمصر. بس المعلومات اللي تطلع من المسؤولين لازم تبقى بتتقال بكل دقة في الملفات اللي زي دي. لكن عموما كل اللي يهمني في القصة اللي بتكلم فيها ان ما ينفعش حدث زي ده يحصل ومفيش موظف ولا مسؤول ولا عضو اتحاد كورة موجود في هذه الاجتماعات او حتى في كواليس هذه الاجتماعات. لان النهاردة مثلا لقيت مسؤولين حتى من الاتحاد الاسيوي، لقيت رئيس الاتحاد القطري، والراجل بصراحة يعني مجرد ما سلمت عليه وبيتكلم على الاهلي اول حاجة الكابتن محمود الخطيب اخباره ايه وصحته ايه. فالناس حابة ان هي تتواصل مع الأندية المصرية ومع النادي الأهلي ومع مسؤولين وقيادات الأندية المصرية وبيسألوا على الكابتن محمود الخطيب. لكن النهاردة اتحاد الكورة مش موجود خالص في حدث كبير مهم جدا زي ده. أطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند.